السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقدم لكم قصة زواج وطلاق الأميرة المغربية أسماء بليوط بوشنتوف. قصة زواج ابني بالأميرة أسماء لا تخطر على بال بعد مرور سنة على زواج الأميرة مريم من فؤاد الفيلالي بمدينة فاس. كان الحسن الثاني يزف ابنته الأميرة أسماء بمدينة مراكش إلى شاب ارتبط اسمه واسم والده بمدينة الدار البيضاء الذي كان عمدته الشهير، ولم يكن سوى خالد ابن بليوط بوشنتوف المقاوم الذي جمع بين الحضور في مجال الرياضة كرئيس لجامعة الملاكمة وعشقه للفن في القاعات السينمائية دون أن يحجب ذلك عنه صفة المقاوم الذي كان يفضلها على كل الألقاب إلى جانب صفة صهر الملك. يروي الصحفي العراقي رمزي صوفيا صديق بوشنتوف قصة زواج الابن بالأميرة أسماء قائلا: ذات يوم كنت في منزل بليوط بوشنتوف فطرحت عليه سؤالا: كيف تم الزواج بين نجلك وبين كريمة البلاد؟ فقال لي مبتسما بسرور: إنه أجمل حدث عشته في حياتي، ولا يمكنني أن أصف لك البهجة التي أعيشها وأنا أعتز بكوني صهرا للملك وجدا لحفيدين من حفدته الأشراف، وهما حفيدي اليزيد وحفيدتي نهيلة. أما كيف حدث الزواج بين ابني خالد والأميرة أسماء فهذه قصة لا تخطر على بال أحد، فقد كان ابني في إحدى المناسبات وهناك لمح سمو الأميرة أسماء بالعين المجردة وهو الذي يسمع عن أنشطتها ومواقفها النبيلة، فصارت منذ ذلك اليوم حمله الكبير وشغله الشاغل، فصارحني بأنه يتمنى الزواج منها لو كان ذلك ممكنا، فقلت له بأنني لن ألو جهدا في سبيل إتمام ذلك. وهكذا صارحت الوزير السيد إدريس البصري الذي هو صديقي في نفس الوقت، فقال: أنت تعلم بأن جلالة الملك لا يهتم بالألقاب ولا بالانتماءات العرقية ولا بالمستويات المادية، والدليل على ذلك هو أن والدة الأميرين والأميرات تنحدر من عائلة لا تربطها أي علاقة بالقصر الملكي، وأعدك بأنني سأنقل هذه الأمنية لعائلة بوشنتوف إلى الملك في أقرب فرصة. ومرت مدة على هذا الحوار بيني وبين إدريس البصري، وذات يوم كنت متجها إلى مطار محمد الخامس رفقة ابني خالد للسفر إلى المملكة المتحدة، فرن هاتفي النقال وكان على الخط الآخر السيد إدريس البصري، فقال لي وصوته يعبر عن فرحة لم أعرف سببها: أين أنت يا بليوط؟ فقلت: أنا في طريقي إلى المطار رفقة ابني خالد. فقاطعني قائلا: لا تتوجه لأي مكان نهائيا، بل اركب أول سيارة وتوجه حالا إلى منزلي، فلدي لك خبر رائع. وبمجرد دخولي إلى بيته صاح قائلا: ألف مبروك، لقد وافق الملك محمد الحسن الثاني على زواج ابنك خالد من الأميرة أسماء. الأميرة أسماء أميرة الظل تنهي زواجها في الظل، لا تظهر إلا لماما خلال بعض المناسبات الرسمية. أميرة هادئة وبعيدة عن الأضواء وعن وسائل الإعلام، هي الشقيقة الوسطى للملك محمد السادس، ولدت سنة 1965 كباقي أفراد الأسرة الملكية. تابعت دراستها بالمدرسة المولوية والمعهد الملكي، عقد قرانها على خالد بوشنتوف نجل الحاج بليوط بوشنتوف أحد كبار الأعيان في مدينة الدار البيضاء وعضو مؤسس لحزب التجمع الوطني للأحرار. عقد القران في القصر الملكي بالرباط، وتمت مراسيم الاحتفال بالزفاف بمدينة مراكش. أنجبت طفلها الأول يوم 25 يوليوز من سنة 1987 وباسم اليزيد، كما رزقت بالمولود الثاني وهي طفلة أطلق عليها الحسن الثاني اسم نهيلة. انتهى زواجها بخالد بوشنتوف بشكل صامت يوافق طقس حياتها الهادئة، ولم يكن لطلاقها ما كان لطلاق شقيقتها مريم، سواء من ناحية المتابعة الإعلامية أو التبعات على علاقة القصر بالطليق.